بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل البرج اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. ده برج 9 أدوار، شقة النهاردة في الدور السادس. هنا كده بيجي لنا بقى شكل المدخل بتاع البرج اهو. المدخل يا جماعة ما شاء الله واسع وكبير، وفي عندي كمان 2 أسانسير. ده عبارة عن برج 9 أدوار منقسم إلى قسمين وفي 2 أسانسير. ده كده الشكل بتاعه أهو، ده القسم اللي هناك وهنا كده القسم اللي هنا. ده كده الأسانسير بتاع الجزء اللي هنا، وهنا كده بيجي لنا الأسانسير بتاع الجزء التاني. تعالوا برضه أوريه لحضراتكم. وهي يا جماعة ما شاء الله البرج كبير، مساحته كبيرة. ده هنا كده بقى أهو الأسانسير التاني. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. احنا كده في الدور اهو، هنا كده دي الشقة بتاعة النهاردة المعروضة للبيع. الدور فيه شقتين، هنا كده شقة وده كده الاسانسير، وهنا كده الشقة بتاعة النهاردة. اول حاجة بتجيلنا عداد الكهرباء، عداد كهرباء قديم اللي هو القرص. يلا بقى نبدأ نخش برجلنا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 175 متر، صافي يا جماعة. المساحة دي الصافي بتاع الشقة 175 متر. اول ما بنخش كده بيجي لنا الريسبشن، ده دي كده المساحة بتاعة الريسبشن اهي، ودي كده البلكونة. الشقة يا جماعة طبعا مقفولة بقالها فترة، محتاجة بس ايه وش دهان او وش نظافة زي ما بيقولوا، والتنظيف بس التراب اللي فيها. ده كده الريسبشن اهو، هنا كده عندي القطعة دي، دي قطعة كبيرة اهي وبتبص على الشارع من هنا من الشباك ده، فيها طبعا الدفاية بالديكور ده. وهناك كده بيجي لنا طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرف والمطبخ والاثنين حمام. عندي 2 حمام يا جماعة، وفي واحد في الأول اهو برضو أوريه لحضراتكم الأول قبل ما نخش جوه. ده هنا كده حمام الضيوف، معلش بقى اللمبة بتاعته محروقة. ده كده حمام الضيوف أهو، أول حاجة بتجيلنا اللي هو بيكون جنب الريسبشن. ده الريسبشن اهو يا جماعه، جابه لكم من جميع الاتجاهات اهو. وده كده باب الشقه اللي احنا جايين منه. وهنا كده عندي في فتحه مناوله او فتحه سيرفيس اللي جايه من المطبخ. تعالوا الاول نشوف البلكونه ونشوف الفيو من البلكونه، وبعد كده نروح نكمل الغرف معانا. دي كده البلكونه اهي يا جماعه. طبعا بنعتذر بقى عن التراب ده لان الشقه مقفوله بقالها فتره كبيره. ده كده الشارع اهو يا جماعه. الشقة في الدور السادس، سادس بلكونة بعد الأرضي. ده شارع عرضه 7 متر. نبدأ نرجع كده تاني، طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. بعد ما شفنا الريسبشن والبلكونة والفيو من البلكونة وشفنا الحمام الصغير بتاع الضيوف، تعالوا بقى نخش طرقة التوزيع ونشوف المطبخ والتلات غرف. عندي يا جماعة 3 غرف مساحتهم ما شاء الله ممتازين جدا، هنشوفهم دلوقتي. ده كده أول حاجة المطبخ، مطبخ ما شاء الله يا جماعة برضو مساحته جميلة. الشقة 175 متر صافي، صافي يا جماعة. بصوا المساحة بتاعة المطبخ ما شاء الله عاملة ازاي اهي يا جماعة، كأنها غرفة اهي. ودي هنا كده فتحة السيرفيس اهي اللي بتبص على الريسبشن اهي، وبتبص من الجنب كمان، يعني حركة حلوة ان هي مش مباشر على الريسبشن، بحيث ان ست البيت تبقى واقفة في المطبخ مش مجروحة ولا حاجة. ده كده اهو يا جماعة، دي المساحة بتاعة المطبخ. طبعا على فكرة بالنسبة للغاز، الغاز موجود يا جماعة على باب الشقة، بمجرد ما بتكتب العقد بتاعك بتقدم بيجي لك الغاز على طول ان شاء الله ويركب. دي كده طرقة التوزيع. عندي هنا برضو دي كده تهوية لطرقة التوزيع، واللي هوريها برضو لحضراتكم اهي يا جماعة. ده منور كبير بيجيب برضو عندي تهوية هنا لطرقة التوزيع، دي من ضمن الحاجات الكويسة اللي في الشقة. بعد كده بيجي لنا الحمام الكبير، ده الحمام الكبير اهو يا جماعه الرئيسي. شفنا الحمام الصغير بره، وده كده الحمام الكبير بقى، دي المساحه بتاعته اهي، وده الطقم بتاعه. ده البانيو، بانيو 160 كده المساحه اهي. طبعا هنا السخان كهرباء
لان لسه ما في الغاز ما دخلش، او يعني اصحاب الشقه ما دخلوش الغاز. ده كده الحمام الكبير. بعد كده بقى تعالوا نشوف الغرفه الاولى. دي الغرفه الاولى يا جماعه، زي ما قلت لحضراتكم ان المساحه عندي اللي انا قلتها 175 صافي. الغرفه دي مساحتها تقريبا 5.5 في 4 او 4.20 متر كمان. مساحه صافيه يا جماعه. الشقه دي في منتهى الجمال، كل اللي محتاجاه بس وش النظافه او وش الدهان زي ما بيقولوا. بصوا يا جماعه ما شاء الله، انا عندي الشباك ده بيبص على شارع خلفي عرضه 6 متر. والشباك ده بيبص على منور. يعني فيها شباكين، الغرفه فيها شباكين. بعد كده تعالوا بقى نروح نشوف برضه الغرفه الثانيه. دي الغرفه الثانيه اهي. دي تعتبر الغرفه الصغيره. الغرفة الصغيرة دي عرضها تقريبا 3.5 في 5. دي تعتبر أصغر غرفة، ما شاء الله يا جماعة برضو تعتبر مساحتها حلوة، ودي تعتبر الغرفة الوحيدة اللي بتبص على منور معايا. والغرفتين التانيين بيبصوا على شارع خلفي 6 متر ومنور، يعني كل غرفة فيها شباكين. شفنا منهم غرفة، وهوريكم الغرفة الثالثة كمان بقى دلوقتي، نفس الشيء برضو. هنا كده أهي، دي الغرفة الثالثة، ودي يا جماعة تعتبر أكبر غرفة فيهم. دي مساحتها تقريبا 5 في 6، 5 في 6 صافي يا جماعة. اهي دي كده الغرفة، بجيبها لحضراتكم من جميع برضو الاتجاهات. دي بتبص البلكونة هنا، افتحها برضو لحضراتكم. احنا عندنا 2 بلكونة في الشقة، البلكونة دي وبلكونة كمان اللي احنا شفناها برة. ده كده الشباك ده بيبص على منور، وهنا كده البلكونة دي بتبص على الشارع الخلفي اللي هو 6 متر. تعالوا نشوفه برضه اوريه لحضراتكم. احنا كده ايه شفنا كل حاجه بالتفصيل. ان شاء الله اللي هيجي يعين على الطبيعه، اللي شافه في الفيديو هو اللي هيشوفه على الطبيعه ان شاء الله. اهي يا جماعه دي البلكونه الخلفيه اهي، بتبص على شارع 6 متر اهو. وده الشباك بتاعي اللي هو بتاع الغرفه اللي هي الايه الغرفه الثانيه اهو يا جماعه. ودي كده الشقه بتاعت النهارده. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره تانية كده بسرعه. الشقه مساحتها 175 متر صافي، الشقه 3 غرف وريسبشن ومطبخ واثنين حمام. الشقه في الدور السادس، سادس بلكونه بعد الارضي. برج 9 ادوار واثنين اسانسير. الشقه فيها عداد كهرباء قديم اللي هو القرص، والشقه فيها برضه على فكره 2 بلكونه يا جماعه. وبالنسبه للغاز، الغاز لسه ما دخلش، الغاز على باب الشقه ان شاء الله. بقى اللي هيقدم الشقه دي هتكون من نصيبه ان شاء الله، هيقدم على الغاز ويجي يركب على طول باذن الله. الشقه دي يا جماعه عنوانها فيصل، شارع جانبي من شارع دكتور لاشين. بينك وبين شارع فيصل الرئيسي مشي على رجلك دقيقتين بالظبط، دقيقتين بالظبط مشي على رجلك، ولا تركب توك توك ولا تركب عربيه. دقيقتين بالظبط تمشي على رجلك تبقى على شارع فيصل الرئيسي. الشقه دي يا جماعه مطلوب فيها 1,100,000، قابل للتفاوض البسيط. وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعه 1 ظهرا وحتى الساعه 9 مساء، والاجازه الرسميه يوم الجمعه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.